هيدا انجازات اللي كل عملناها نحن خلال هالفتره السريعه بالحكومه، وشفنا كيف 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 كنا عم نشتغل ليل نهار، رغم ننام الساعه 11 بس من في الساعه 4 5 الصبح لحتى نقدر نتابع شغلنا ونقدر نقدر ننتج لهالبلد. وان شاء الله نكون ادينا قصتنا. يمكن اليوم قبل ما نختم الحلقه انا بتسمح لي بدي اقول يمكن في اشياء بكره حيصير في تعليقات كتير، في اشياء في ناس حبوها وناس ما حبوها. بالنهايه معلش قبلوا مني، انا كاخ مستعد احكي على طول، ما بحكي الا بصراحه وما بحكي الا بوضوح، واذا في عندكم اي شيء انا مستعد وضحه ومستعد اقوله باي لحظه انتم تريدوها مني. خايفين من شيء ولا مخبيين شيء، المهم البلد انه ينهض، والمهم نحط ايدنا بايد بعضنا، وبيكفي الخوف من غد. يعني اليوم مثلا بيقولوا اليوم مثل ما كان مثل بيقولوا بكره النق، انه اليوم مشي حال بس بكره في عندنا مشكله. يا عمي خلص كيف في تحديات، نحن كل يوم عم خلوا التحديات لنا، كل يوم عم في عندنا تحدي والحمد لله عم نطلع منه لانه نيه طيبه وبدنا تعاون مع اللبنانيين. ومجلس النواب الجديد اكيد بوجه تحيه لكل النواب الجديد، للنواب اللي انتخبوا جدد وللنواب السابقين، انه نتعاون سوا، ما عندنا خيار الا نتعاون سوا وبلا ما نروح الفرصه من ايدينا. دكتور رئيس عم بيسالوا الناس بدهم يطمنوا عليك، مصرياتك برات لبنان ولا بلبنان؟ يعني قلت لما نتحمل بعض انت مثلنا مثلك، يعني لما شوف انا انه الفائده 16-17% ما خليت مصرياتي بلبنان. اها قبل بكثير، قبل الازمه بفتره طويله ما فتره. وحتى بس للعلم انا خلال الازمه حولت مصاري للبنان من برا للبنان، من برا للبنان حولت الازمه، وانا كل شيء عندي مكشوف واللي بحب يشوفه يشوفه. انا مصاري ما عندي، انا عندي محفظه عقاريه بس ما عندي مصاري لبنان. لما شفت الفوائد هيك مرتفعه طبعا حسيت انه في شيء غلط طبعا، وحطيت مصرياتك برا ما جبت طبعا لبنان. طبعا وبهاي الفتره حولت للبنان بعد 17 تشرين. انا بشهر نوفمبر 2016 محول على لبنان. نعم. طيب بدي اختم بموضوع العلاقه مع السعوديه ومع الدول الخليجيه تحديدا قبل ما اختم ب اللي بعثوا لي اياه اهالي ضحايا المرض. كم مرضك تختم قبل ما تختم؟ في اسئله، في اسئله الناس كلها عم تسالك. تفضل. العلاقه مع السعوديه ومع الدول الخليجيه عوده بعد عوده السفر هلا شو ليك وقت انت عم تيجي تقول علاقه مع السعوديه انه شو منيحه وما منيحه؟ ما عندك خيارين، ما عندنا خيار الا تكون منيحه. وما بنقدر، عم نسعى كل جهدنا وكل العمل اللي عم نقوم فيه. لحد امبارح مجلس الوزراء الاخير اقرينا اهم قرار اخذ وما اخذ ضجه، هي عباره عن الاتفاق مع شركه خاصه سوسيتي اس جي اس اللي هي تراقب الشاحنات للسعودية. هي شركة خاصة تراقب هذه الشاحنات وبتودي للسعودية حمولة وبتسكر بالشمال الأحمر الكونتينر هون وبيروح على السعودية وبيروح على الدول العربية. هذه لإعطاء ثقة لأنه نحن وعدناهم فيها للدول العربية. عم نعمل كل شيء بالمقابل. هن ما في خطوات بالمقابل إلى علاقة ب ما في شك أنه إعادة السفراء كانت خطوات عملية وملموسة. في صندوق اللي انعمل للفرنسي السعودي، وانا بعتقد ان شاء الله هلا يعني مع الحكومه الجديده انه بتقدر كمان يكون عندنا اكثر انفتاح. مع الحكومه الجديده ولا مع الزمن التصريفي العام؟ انا صراحه قلت رايي بالموضوع. خليني بس اقول البيان يلي اجى من اهالي ضحايا المرفأ، بيقولوا انه المرسوم الذي سمع بالتواتر ان وزير المال لن يوقعه بسبب ان الحكومه بمرحله تصريف الاعمال، هذا الامر غير صحيح. اولا اهالي الضحايا زاروا دوله الرئيس وكانوا رح يعملوا عصيان في السرايا الحكومي للضغط صحيح. للضغط لتوقيع هذا المرسوم، يعني لانه كثير بهم اهالي الضحايا صحيح. غير صحيح انه مرسوم التشكيلات القضائيه الجزئيه لا يوقع كون حكومة بتصريف خلص. أعمال لأن المرسوم المذكور قد انطلق من قبل والصلاحية فيه تعود لمجلس القضاء الأعلى والسلطة المختصة. عم بيقولوا أنه ليس صحيح ما قلته أنا بالتواتر، بيرجع بيقولوا غير صحيح أنه لا يوقع المرسوم. فبالتالي يعني في تواتر وصل، أنا ما قلت رسميا، قال لي الوزير، قلت وصل لي بالتواتر، حأتأكد من الموضوع وأطلب من الوزير أين أصبح هذا المرسوم لتوقيعه.